نروح لموضوع قريب شوي، قريب من العرس والعريس. بينما يجلس العريس إلى جوار زوجته الثانية في حفل الزفاف والسعادة تسيطر عليهم، حتى يتفاجأ بزوجته الأولى تقتحم قاعة الحفلة مع مجموعة من النساء، وأيضا تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو لحفل زفاف في واحدة من دول الخليج، ولكن لم يتضح المكان بالتحديد. ويرصد الفيديو ردة فعل الزوجة الأولى على زوجها وزوجته الثانية بينما تدخل العروس في هستيرية ضحك، والعريس يقف مذهولا من الموقف، في حين قال آخرون مجموعة من السيدات هن يكونن صديقات العروس وإجوا نظمن هذه الرقصة للاحتفال وياها بيوم زواج. تعالوا احنا وياكم نتابع هذا المقطع سويا.